السلام عليكم اعزائي متابعي موقع اش نيوز برنامجكم الرياضي اش نيوز سبور يعودني عليكم كل اثنين اليوم غادي نناقشوا الازمه المفتعله لصحة صح التعبير دي المباراه ديال تبارك الله الاتحاد العاصمه الجزائري من الناحيه القانونيه بعد ما شفنا الانسحاب الثاني ديال الفريق الجزائري وبالتالي غادي نناقشوا تداعيات ديال الانسحاب النتائج ديالو بناء على القانون ديال الاتحاد الدولي وكذلك الكونفدراليه الافريقيه معنا لمناقشة هذا الموضوع ندى بالعيش السلام عليكم استاذه قانون رياضي وباحثة كذلك شكرا بزاف شكرا على الاستضافة سعداء بالاستضافة ديالك ندى دوينا بزاف في هذا الموضوع بخصوص الجانب الرياضي لكن بغينا ندقوا شوية بجانب القانوني بما انك مختصة في هذا في هذا لوكوتي بغينا نعرفوا واش القميص ديال الاندية اللي كيلعبوا بالمسابقات القاريه باش عنده واحد المعايير واضحه في القانون ديال الكاف والاتحاد الدولي بيان سور كاين الريغليمون ديال ليزيكيبمون اكيبمون ديال الفيفا ولكن حنا في هذا لوكا غنديو ديما بقانون المسابقات ديال لاكاف غير في قانون المسابقات ديال لاكاف كاينه الماده 6 الماده اللي كتنظم جميع الشروط اللي خصهم يكونوا في القميص ديال اي فريق مشارك في هذه الكومبيتيسيون هذه ومن بين الشروط ديالو في القاعده الاولى اللي كنلقاو اللي نسميو دائما القاعده العامه ولا المبدا العام, العام. كيخصو يكون كيحترم لي كولور ديال لاكاف المعتمده من, من طرف الكاف وخصو يخضع لواحد النظام ديال ام اس ونظام تدبير المسابقات الافريقيه فكان هذا هو لو كابو الفريق ديال نهضه البركان خدعات السي ام اس وتم الاعتماد ديالو من طرف من طرف الكاف غير بالنسبه لاتحاد العاصمه هو عارف هذه القوانين وعارفين المعايير اللي متاخده من طرف الكاف وكذلك عارف على ان هذا القائم مؤهل من الكاف فعلاش فريق غادي يغامر لهذا الحد وغادي يمشيو يطعنوا في قميص كالي في مال الكاف خصنا نعرفوا من باش طعنوا هما طعنوا بالماده بالفقره السم الماده الساء ديال قناه المسابقه ديال لاكاف اللي كتقول على ان حت... ما عرفتش انا واش ما كملوش القرايه ديال لارتيك ديال لا لينيا لان دائما كيكون عندنا واحد الفصل ولا واحد الماده مسبوقه بواحد الشرط خصنا نحترموا داك الشرط شنو كتقول الفقره الساء كتقول لك قبل بدايه مباريات المجموعه قبل بدايه مباراه المجموعه الا شفتي شي بيبليسيتي كتعارض مع لا ليجيسلاسيون ديالك عندك الحق على انك تعترض هما متوخدين هكا قبل ما يبدا المباريات ديال المسابقه ماشي غير بيني وبينك اللي غنلعب انا وياك قبل ما يبدا المباراه ديال المسابقه فينال فوالا المسابقه كلها علاش لان قبل ما تبدا المسابقه راه وقع دي جوغ كيوصلوهم مراسلات دي زيميل كيوصلوهم لي تونيو ديال الفرق اللي يلعبوا معاهم كيوصلوهم كاع لي زانفورماسيون دونك انت ديك الساعه كتفيغيفي الا شتي شي حاجه اللي كتعارض مع ليجيسلاسيون عندك الحق تعترض مم. وديك الساعه غتمشي معاك للجهه المختصه في السيارات ديالك ولكن من بعد ما غادي يبداو المباريات لا صافي سات فوطا ما عندك الحق في هذه المسطره اذا هما اعتبروا على ان الخريطه ديال المغرب أه رمز سياسي اه وكتمس بالسياده ديالهم مراكش سالو ديتهم كبار كتمس السياده ديالهم مم. في حين ان سي با لان الخريطه ماشي 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 علامه سياسيه حنا غادي ندوي حنا غندوي بالمنطق ديال القانون ديال الكا غادي آه نحاولوا ما امكن نحيدوا العاطفه نحيدوا كذلك السبب اللي عليه نضد شي كامل الصحراء المغربيه حنا بغينا ندوي من من منظور من ديال القانون ديالك واش خريطة من كتوضع في, في القميص واش كتعتبر رمز سياسي القانون ديال الكاف والتيفا ديجا كاين واحد التعريف ديال الخريطه خريطة ولا اي تونيغ خص تكون فيه نورمالمون لوغو ديال البلد هذاك اللوغو ديال البلد ممكن انت سوا غتحطو كرايه ممكن تجسدو اذا زي... جز... آه. الخريطه هو تجزي جوسي ديزولي اه فوالا فوالا جوسي لذاك اللوغو ديال البلد اذا هو ماشي رمز سياسي ما عنده حتى شي علاقه ما, ما هو رمز سياسي ما كيقيس اللي جي صاف ديال شي بلاد ني غيان دو تو وحتى كاف في القانون ديال لاكاف في لا لينيا أه... ستا وما يليها كتمنع البوبليسيتي هي كتمنع البوبليسيتي فوالا الاشهار م. وهما راهم مشاو بهذا الاتجاه على ان راه كيدويو على السياده بوحدها وكيدويو كذلك على ان هذا راه اشهار يعني حين انا نتاعو الخريطة الخرطه ما يمكنش نعتبروها اشهار لان الاشهار هو واحد البرودوي اللي مثلا كتجي واحد الشركه كتعطيك مقابل باش تستخدم لها واحد البرودوي وتجيب لها الكليونتيل و سي با سا لو كابوغ الخريطه وهنا يستحضروا احسن مثال غيكون هو الرجاء في الفينال ديال الشامبيونز ليغ باش كانت تلعب مع الزمالك كانت تبريفي في في مصر في, في مصر فوالا نورمالمون ثلاث هي ما خضراتش الكاف بالسبونسور ديالها بالكوكا تماما وي خضرات وهي الشامبيونز ليغ عندها بيبسي خداو عقوبه تما ديال 500 الف دولار اه مو. وتما عاد ولا عندنا واحد ريسبونساب ديال الماركتين دونك حتى الخريطه راه ماشي بيبليسيتي الخريطه ماشي واحد رمز سياسي خريطه ما كتبقاش السياده ديالهم اي ام وشوف ولي نعتبر لينا مثلا لنفترض لي جدلا على ان ممكن ندخلوا في واحد النقاش لان مثلا هذه الخريطه هي رمز سياسي واش درتي انت المسطره ديالك كما يجب وقتاش خصك انت يطعن نورمالمون قبل قبل ما المسابقه صافي سفينة تماما تم الاعتماد ديالها من طرف الكاف خدعت نظام سي ام اس لعبوا بها الفرقه مجموعه ديال المباريات وصلوا دمي فينا تابا لو دوغ انك تعترض على على المايو صافي انت الخطا ديالك انت ما طبقتيش المسطره في الوقت المناسب وبنرجعوا لذاك النقاش على ان الخريطه انها تجسد المايو هذا هذا دخل في التعريف ديال الخريطه في الريغلمون ديال الفيفا دونك ماشي ماشي رمز سياسي ماشي موجب لل... لل... لانك باش تعن وتنسحب ودير هذه الهاله كامله على في الدومي فينال في فينال آه. ديال المسابقه مم. اللي طبعا غير من هذا الجانب هما احنا غادي نمشيو للنقاش اللي بقى شويه ممكن نقولوا غبي شويه من بعض المحللين ديالهم ولكن بعض القانونيين عندهم كيقول لك اودي على انه كاين فراغ في القانون ديال الكاف كاين بعض البنود من بين هذا هذا القانون اللي كي اللي كيحدد شنو الشعارات وشنو الروموز اللي كيكونوا كي في الاقمشه عندهم كيقول لك كاين فراغ في القانون ديال الكاف وهذا الفراغ هما يقدروا يستغلوه واش في نظرك هذا قانون الهضره تالي ما قانونيا واش فعلا كاين فراغ في قانون ديال الكاف ماشي ماشي كاين فراغ في القانون ديال الكاف مش مش فراغ في القانون الرياضي كاين واحد الهرميه واحد التنظيم عندنا لي ريغلومون ديال الفيفا في بروميير عندنا لي ريغلومون لي ستاتيو ديال الفيفا ايت سترا كنوصلو لاكاف دونك في الكاف مثلا في لي ريغلومون الكاف مثل دي ما مثلا شي حاجه ديما الغونفو ديال فيفا اللي ما كايناش هناك واحد الفراغ القانون بحال جميع القوانين الا داكشي كان بالتراتبيه عندنا واحد القانون المسابقه سي بغي كنمشيو اول حاجه للقانون المسابقه اللي دابا كندويو به قانون المسابقه ديال لاكاف الا لقينا مثلا شي ديسبوزيسيون ما, ما كايناش فيه اوتوماتيكمون غادي نديرو غونفوا لغيغلومون ديال دي الفيفا آه. حتى في الاقمصه كاين غيغلومون دي زيكيبون ديال الفيفا وكنلقاو ميم كاين غونفوا فيه حتى في القانون مم. المسابقه ديال لاكاف وهو اللي كيبين على ان شنو الحوايج اللي ممنوعين انهم يكونوا هاد الرموز السياسيه وما الى ذلك وما كايناش فيها خريطه ديال البلد مم. غير بالنسبه للقانون الاتحاد الدولي مادام انه كيدير لي رونفو لا كاف كيدير رونفو للقانون الاتحاد الدولي قانون الاتحاد الدولي في هذا الباب شنو كيقول شنو كيقول بالنسبه للرموز والكتابات اللي كتكون على الاقمشه رموز سياسيه شنو ممنوع مباح اه رموز سياسيه ولا عندها واحد الدلاله ولا عندها علاقه بواحد الحرب ولا 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 اللي ممكن تقيس بصح آه ليجيسلاسيون ديال شي بلاد تكون كونتراديكتوار مع لان النظام الرياضي هو واحد النظام اللي مستقل اللي ما عندوش علاقه بالسياسه يعني هو واحد النظام اللي عنده واحد الحياد ولي اصلا كي بارطاجي واحد البرينسيب ديال المنافسه الشريفه ديال بوكو تشوز دونك هو بور ايفيتي كاع هادشي وكيمنع اي حاجه عندها علاقه بالسياسه اي حاجه عندها علاقه بالجانب الحقوقي أي, اي اي اي, ولكن الخريطه كما قلت لك تم التعريف ديالك واحد الغيغلومون ديال الفيفا على ان ممكن اللوغو ديال البلد يتجسد وممكن كنقولوا نجسدو كيفاش نجسدوا غير نجسدو على حسب الشكل ديالو فوالا الشكل ديالك لي هذا من هذا المنطلق ممكن ان الخريطه لا ممنوعاش انها تكون في في, في المايو وحتى منتخبات كثيره في العالم ولا عندي سبق لي داروا الخرائط في التوني وما لقاتش حاجه يعني تحد الدولي ما كان معمره ما حتى في كره اليد في غير كره اليد راه لعبنا مع الجزائر في كره اليد 2023 بالخريطه آه بالسويد وخيلا ومصر في ثلاث مرات في كوب دافريك وكاس العالم وكانت الخريطه فيها فيها المايو مم. فيها الخريطه دي. المايو كان فيه الخريطه ديال المغرب اذا هنا كنشوفوا على ان هناك واحد النيه ديال تحوير هذا الملف من نزاع رياضي النزاع السياسي, السياسي. اه فوالا وداروا واحد الموضوع ضخم واحد الموضوع اللي كان غير زوبعه في فنجان رجعوا قضيه راي عام وبغى في حين ان غيبقى هو نزار رياضي وغيخضع للقوانين ديال لاكاب وراه دابا راه طانو عند الطاس والطاس ميم غادي تابليكي لي ريغلومون ديال لاكاب لا الطاس دابا غير باش لاحظ كاين اللي كيغلط شويه في هذه القضيه الطاس الطاس هو اكد لي كلامي انا كان الطاس ما كتنظرش في في الحيثيات ديال القرار وانما كتنظر في تطبيق القانون تطبيق المسطره الطاس محكمه قانونيه كتنظر ما... ما... لا سي با انا نشرح لك قبل ما نوصل للطاس خصنا نبدا نستانفو يعني عند الكاف اه كنستانفو ماشي مم. مم. ممش... كنستانفو في الجوغي دابيل وي عند الجو سينا فوالا مورا الا ما مشاتش مثلا معنا كنمشيو كن لغرفه السينا ديال ديال الكاس مم. ديال الطاس ديال الطاس فوالا ملي كنمشيو للطاس كتحكم في الموضوع مم. كتحكم في... شكون اللي ما كتحكمش في الموضوع هي المحكمه الفدراليه السويسريه هي اللي كتحكم في الشكليه هي اللي كتمشي في الشكليه اه هي اللي كاينه الطاس اما الطاس كتحكم في الموضوع عند الموضوع مم. عند القانون المحكمه في السويسيه هي اللي كتحكم غير في القانون كتخرج آه. غير الشكليات اللي عندها شروط اصلا باش تقدم لها الطلب كاينه شروط دونك هذا هو اه كاينه شروط خمسه شروط خصها سواء تكون الهيئه ما تكونش كما يجب او القانون اللي يطبق ما يكونش هو اللي يطبق مزيان او الحكمات أكثر ما يطلب منها او القانون هو مخالف للنظام العام مم. لكن القانون اللي كتحكم به الطاس اي قانون كتعتمد على القانون ديال الاتحاد اللي انت معه معاه اكزاكتومون دونك راه سابليكي لي ريغليمون ديال الكاف اوتوماتيمون غير نشوف شويه ندو على القضيه ديال الانسحاب الانسحاب لانه اليوم في بعض الأيام تم الانسحاب للمره الثانيه ياك دونك كاينه حاله العوده وحاله العوده كتدينا المباشره لتشديد العقوبه لان في الاول كان تحذير دارهما الاستئناف الكاف ايدات الحكم الاول ومره اخرى داروا اعتراض واستانفوا ومره اخرى الكاف كتاكد هذا كاين واحد النوع من يعني من تحدي للقانون ديال الكاف الكاف مطالبه اليوم باش انها تحبس هذه العابات وتشدد العقوبه واش هذه القراءه اللي ما قانونيه ولا واخا انا عندنا حنا واحد القراءه اخرى شنو هي لان في الحاله الاولى مي كانوا ما احترموش القرار ديال الكاف واستنفوه وتغجطوا ومع ذلك ما احترموهش ما ومشاتنا بس كان حتى التيغان وما عطاوهمش المايو عاد مشاو تما شنو حتى صدر قرار بناء على الغابور ديال لي زابيت اللي زابي ما دخلوش اللي ما طلعوش كان هناك خطا في التنظيم اعتبروا هذا خطا في التنظيم شنو كان القرار ديال الكاف عاقبتهم فورفي عندنا ركزوا في عن مع ف.. 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 في الوقت اللي ما كانش ظروف الفورفي متاحه اه فوالا دونك هنا خصنا نديروا واحد الاناليز عاقبتهم فورفي وخصاتهم 3 زيرو لهاد الحاله اللي عندنا اليوم هما انسحبوا دونك هما عندهم لي كونديسيون عندهم لي طون هما في حاله فورفي اذا هنا ممكن مم. عندنا جوج الحالات كاينه فورفي اللي كعقوبه وفورفي كحاله فورفي كعقوبه راه فرصه انهم يلعبوا ماتش الايام في الفورفي كحاله الا طبقوا بيان سي حسب كنمشيو للحاله كنمشيو للقانون المسابقات كاين عندنا الماده 11 اللي كتنضمنا حاله ديال الفورفي كنمشيو يعني للماده 8 الماده 8 كتقول لك الا ايكيب كانت في حاله ديال الفورفي خرجت من الماتش كتكون عندها واحد لاموند ديال 50000 دولار كتشيل الفقره 10 كتلقاها كتكملها كتقول لك راه بالاضافه لهاد لي سانكسيون بيكونيير راه هاد الفريق هذا غيتمنع من المشاركه في لي كومبيتيسيون انتر كلوب بوغ لي دو واش الفريق ولا الاتحاد الهلالي كله؟ لا الفريق 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 كاين هاد النقاش حتى حنا انتوما كيقول لك راه حنا مشينا كبش فداء القضيه الاتحاد العاصمي فريق علاش علاش نقولوا الفريق لاننا كنمشيو عاوتاني للفقره جوج جو بونس فقره ثلاثه الفقره جوج يمكن كنلقاو لان حتى الجامعه كتحمل المسؤوليه تماما كتحمل المسؤوليه في لي كونسيكونس فينونسيير اي اوتر لي كونسيكونس فينانسيير يعني شو سكي مادي غرامه الاتحاد الجزائري وعقوبه رياضيه الاتحاد العاصمه اكزاكت اه الجامعه راه كتحمل معهم مسؤوليه في الغرامات الماليه ايتترا وما نساوش راه ابا لهاد القرارات راه غينوضوا لي سبونسور اللي كانوا في الماتش الاول والماتش الثاني راه باقي مجموعه احنا اليوم امام دو ماتش ماشي غير ماتش واحد صافي دي جوج خسارات يعني راه واقي مجموعه من من المطالبات اللي غادي من العقوبات اللي غادي ت... غتكون على الاتحاد ولكن حنا كنقولوا في هذه الحاله ديال فورفي ربما الا طبق هذا القانون ديال ديال المسابقات راه غادي تحكم عليهم بالغرامه ديال 50000 درهم اللي كاينه في الماده 8 ديال في الفقره 8 ديال الماده 11 وكذلك غيتمنعوا من البارتيسيباسيون في لي دو بروشين اديسيون كي سويف هذه ليديسيون هذه من غير هذه اه جوج لاكاب بجوج اكزاكت والجهه المختصه خصنا ناكدوا على الجهه المختصه لان ممكن تكون هذه الطعن ديالهم وخلاهم طاعنين في عدم الاختصاص ديال الكوميسيون انتر كلوب لان ممكن يكونوا جوج ديال الطعون سوا كيطعنوا بعدم الاختصاص ولكن ديال المسابقات ما كتعاقبش كتعاقب كتعاقب عندك الحق تعاقب بيان سور فين جوج ديال قناه المسابقات اذا غيطعنوا نجل... فيها ممكن عندهم حق ديال الطعن هما من حقهم يديروا اي دوف والله مين بالماده بالفقره السا ديال الماده السا فعندهم الحق انهم يدفعوا باش ما بغاو وكيبقى القرار للغرفه السينافيه ديال ديال الطاس والجوري دابيل اكسيتيرا دونك هنا عندنا الاختصاص في هاد في هاد الحاله ديال الفوخفي كتعود لجوج ديال الجهات سوا الكوميسيون انترلوب لجنه المسابقات سوا الجوري ديسيبلينير لجنه الانضباط سوا هما بجوج مع بعضياتهم ممكن تجمعوا بجوج ديال اللجان ويعطيو عقوبه دابا دا غنتسناو القرار ده بيان سور طبقوا اللي حتى القانون دائما نسبي ممكنش حنا نجي نقول لك شوف هذه الحال الحاله غتطبق عليها هذه وهذه وهذه لان كتبقى لهم فوالا ولكن هذو هما اللي هذو هما العقوبات اللي كاينه في قانون المسابقه ديالك الحاله اخرى اللي ثارت شويه الجدل وكثرت الكلام بعد المباراه ديال الاياب هو عدم صعود الحكام الى الملعب البعض قال لك او من ما صعدوش الحكام الى الملعب بحال الكاف ما باغاش اه 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 تثبت حالات الفورفي هادشي صحيح ولا لا؟ راه حتى في الماتش اللي كان قبل ما ما طلعوش علاش؟ لان قبل من الماتش كان هناك واحد الاعتراض في الغيون تكنيك الفريق ديال الاتحاد العاصمة اه لا 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 ديال الاياب فوالا ديال دي دي نهار دي الحد ديال بكانو دي دي اه اتحاد العاصمة في الغيون تكنيك قال لهم راه الا لعبتوا بداك المايو حنا ما غاديش ندخلوا شكون تما راه كانوا لي زابيتر سيتا راه كيتصاوبوا لي غابور بدا لا غبيت عنده المفروض عليه على انه يصاوب لي غابور فيهم كلشي فيهم لي ريكلاماسيون فيهم لي زانسيدون وقعوا في الماتش وكيصيفطهم سيكريتاري ال جينيرال ديال الكاف ماكسيموم دونك 48 دونك في هذه الحاله ممكن تصيفط كاع قبل كيصيفطو اون باركوري اورجون ولا في سي ام اس لوجود عنصر الاستعجال دونك هادشي كامل راه وصل دونك اوتوماتيكمون النهار ديال الماتش من مشاو دخلوا للفيسيغ يمكن الفريق ديال النهضه بركان وقالوا اننا غنلعبو بالمايوس وما نسحبوهم مشاو اذا ما ما كانش هناك ماشي ضروري الحكم يطلعوا التيران هو في القانون ضروري ولكن كاينه حالات استثنائيه بحال هذه انسحب الفريق وديجا القرارات واصله ولا غاكو واصله واصلين للكاف يعني كاينه كاينه المعلومه مم. فهنا كيبقى القانون ياخذ القرار لا كيفاش يطلعوا هذا كنقول لك القانون نسبي يمكنناش حنا نجزموا فهمتي القانون بعد مره ولكن تو في توسكي دولي كيكون عندنا واحد النظام دولي كتكون فيه واحد السوبليس غير بالنسبه للمنتخبات الجزائريه ما كاينش شي تاثير من ناحيه العقوبه الانضباطيه على المنتخبات الجزائريه ما فهمتش السؤال واش ممكن هذه الحاله ممكن نعاقبوا الاتحاد الجزائري وبالتالي المنتخبات الجزائريه من بينها المنتخب الاول اللي غيشارك كودا افريقيا 25 واش ممكن نعاقبوه بناء على ما وقع اليوم حيت لان كتحمس كيف قلتي هو الاتحاد الجزائري فوالا وبالتالي ممكن ان العقوبات توصلت للمنتخب المنتخب الجزائري الاول لا لا هذه ما نشأمك. العقوبه عندها واحد الشخصانه الفريق اللي دار هذا دل... هو دل... 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 اللي فيولا هذا لي ريغلومون هو اللي غادي يتعاقب والقانون راه باين القانون ما يمكنش دابا مثلا انا غادي ندير واحد الخطا وانت غتحمل المسؤوليه بلاصتي راه ما ولكن من يوم ديال الاتحاد العاصمه هو الاتحاد الجزائري لكره القدم الجامعه الجزائريه لكره القدم اللي هي اللي كتحمل المسؤوليه كتحمل هي الانترلوكيتور مع مع لاكاف قلت لك قلت لك الماده جوج كتقول كتحمل المسؤوليه في لي سيركونسونس فينونسيير اي اوتر فينونسيير في يمكنش تتجاوز العقوبه تكون انضباطيه اكثر ما يمكنش مثلا تكون انضباطيه ماشي غير فينونسيير واش ما كاينش شي حاله قبل لا انا كنقول على الفيدراسيون دابا واش كاينه شي حاله قبل الله اعلم جو سي با باش ما نلزمش فيها ولكن حسب الاناليز اللي كاينه في هاد لا لو راه ما المسؤوليه في تاع عقوبه ولا عقوبه انضباطيه انديبا كما سميتو لا ما كاينه شيء كاينه لي سيركونستانس فينانسيير وممكن عاوتاني جو سي با داكو بالنسبه للاتحاد الدولي هو المراقب الاول ديال كره القدم في العالم ياك وكيف قلنا قبيله الكاف ولا الاتحاد الاسيوي ولا الاتحاد الاوروبي كياخذ القوانين ديالو بعض القوانين ديالو الا ما كانتش كامله عنده داخليا كياخذها من الاتحاد الدولي اكزاكتلي <تضلطق> واش الاتحاد الدولي امام هاد الحاله ما كيقدرش يدخل ولا ما كيقدرش يدير واحد الانيشيتيف للكاف بطبيعه الحال باش يشترط شي عقوبه ولا واش ممكن دير هذه القضيه ولا لا؟ ما ممكنش دير خاصك ضروري خاصك تحترم الهرميه اللي كاينه او التراتويه اكزاكتومون خاصك تحترم كتمشي للبريمير انستانس مورا كدير لابيل ديالك مورا كتمشي للجهه اللي الفوق مثلا طا الغرفه السينيه ديال طاس مورا كتمشي للمحكمه السوسيال ميديا كتبقى غادي بتراتبيه ما يمكنش ما يمكنش الفيفا تفرض شي شي عقوبه او لا شي شي حاله انضباطيه بشي بحال مثل الحالات ما يمكنش الفيفا تفرض لان علاش انا نقول علاش لان هنا كنشوفوا اشراق السياسه في الرياضه الفيفا ملي كتشوف ان السياسه كتدخل في الرياضه كتدخل مع من الدول شنا مؤخرا مع اسبانيا شنا مع البنين شنا مع الكويس فملي كتدخل شي الرياضة ما كيبقاش الاتحاد القاري هو اللي كي... كيولي الفيفا اللي كتدخل وكتعن او اللي كتوقف هذاك النشاط ديال الاتحاد اليوم كنشوفوا اقحام ديال الاتحاد الجزائري للسياسة في الرياضة ملي كتقول لي لا راه هذاك الرمز اللي داير انت في التوني راه سياسي وحكا وهذا هذا اقحام السياسة في الرياضة واش لا فيفا في هذه الحالة ممكن تدخل واش عندها واحد ال... واحد الـ ال... المسطرة القانونية اللي تدخل وليها تدخل في هاد ال... هي ممكن تدخل دخل كما قلتي ولكن في هذه الحاله اللي عندنا اليوم راه ما تقحناش السياسه في في الموضوع لان داروا جميع القرارات اللي خدات لاكاف ضدها جي. يعني وقفات وقفات عند حدو حنا نقولوا هذه الحاله مثلا كنا مثلا حنا بصح ديالنا واحد المخالف اللي كتدخل السياسه ومشاو القرارات ديال لاكاف معنا باغ مم. اكزومبل حنا ممكن نقولوا مم. اننا قحمنا السياسه في هذه المباراه ومع ذلك كتبقى هذه الفرضيه جائزه ممكن تدخل الى كبروا الامر لان حنا كنشوفوا انهم ما كيتحداو من القرارات بيان سي هذا دابا هذا هو المشكل دابا خصنا نشوفوا مورا التصميم غتحكم شنو غيديروا المحكمه السوسيال مثلا المحكمه تعاود رجعت الميل قالت لهم لان خصنا نشوفوا مش فين غيوصلوا بيان سي ما الا فاتوا لحد راه ديك الساعه غادي تدخل مي جو بونس الا كانوا زعما كاع القرارات اللي صافي يعني داروا واحد الحد لهذا هذا المعمل ما كنشوف زعما التدخل غادي يكون بالنسبه للعقوبه الماليه شحال كتوقع تقريبا حسب القانون ديالك. حال تقريبا ممكن ان العقوبه الماليه اللي كاينه في فقره 50 الف دولار 50 الف دولار بالنسبه للاتحاد العاصمه والاتحاد الجزائري وكيبقى السلطه التقديريه ديال الكوميسيو انتاركلوب سولون لي رابور لي وصينا خاصنا لي رابور لان تبدا هذا هو المشكل اللي عند الكاف هو انه عندهم واحد الفراغ شويه في القوانين فعلا عندهم فراغ يعني كاين شي حالات الكاف ما ما ما, ما واحد البنود اللي جازمه يعني بحال مثلا الاتحاد الاوروبي عندهم عقوبة واضحه دابا فريق كي كي واحد القانون عارف العقوبه كيكون عارف العقوبه ديالو او على الاقل كيكون تقريبا عارف ان عنده واحد العقوبه ماليه عنده عقوبه انضباطيه كذا وكذا معروف ربما الصحافه مثلا الفرنسيه مع بي جي فداك القضيه ديال الانتداب قصيرين لاعبين قصيرين خرجوا العقوبه قبل ما تهضر من تحت اوروبي تبدا عارفين قانون واضح بين القانون كيطبق في الكاف لا الكاف ديما خصنا نتسنى واش كيقول المكتب ديال الكاف ولا لجنه المسابقات ولا سي فغي هذا هذا اشكال في الكاف حتى حتى في العقوبه في القانون ديال ديال الانضباط كو ديسيبلينار مش نقل ولكن الماده 105 اللي عطات ديك العقوبه ديال انهم سانكسيونون فورفي كاينه ماده وحده كاينه كاينه عقوبات اخرين ولكن في هذه الحاله شنو دائما غادي نتسناو القرار ديال الكاف ديال كوميسيون انتر كلوب مقارنه بعقوبات اخرى كانت في مثلا في 2015 من المغرب كان غينضم كاس افريقيا واعتبر على ان كاين قوه قاهره انتشار فيروس ايبولا في هذاك الوقت المكتب اللي عاش حياته عقب الجامعه المغربيه والمنتخب الوطني بعد المشاركه لنسختين في كاس افريقيا كنا قلنا احنا في المغرب في هذاك الوقت لانه راه هذا شطاط استعمال القانون وان ما الكاف ما, ما شي سند قانوني في مشينا للطاس والطاس رفضات هذا القرار وأعطتنا نسخه واحده هنا وهذا غير مثال من امثله كثيره هنا كيبان لك الفراغ فعلا ديال الفراغ القانوني ديال الكاب ماشي فراغ ولكن ما السلطه التقديريه اللي كتبقى فوالا كيخليو السلطه التقديريه ديالهم دي دي. اكثر ما كيحتكموا البنود ديال القانون هذا اشكال هذا اشكال اللي بصراحه ما عندها شي اتحاد قاري باستثناء الكاف اللي باقي عندهم المشكل عرفت واش قله رجال القانون ولا هما ما باغيينش يعتمدوا رجال القانون في بهاد النازله ف واش ممكن نقول على ان الانديه الافريقيه والمنتخبات الافريقيه ممكن تستغل هذا الفراغ مستقبلا في حالات مماثله بحال اللي شفنا من ماجل تحال العاصمه وكذا احنا اون نسبي هاد الحاله تكون واحد واحد ليكزومبلير اللي ياخذوا فيه واحد القرار اللي صارم شويه ايترا باش 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 تبان السلطه ديال 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 الجهات المسؤوله في لاكاف ايترا سيما ما يمكنش لي انا نعطي واحد واحد التعليق ديال على المؤسسات لان ما حتى نشوف القرار اللي غادي يكون نشوف واحد اش ما كدير لا داني ديري تعليق عليه فوالا حتى كيكون عندك قرارات باش كتشوف واش طبق القانون كما يجب واش كاينه هناك سبب واش كاينه هناك واحد مالو لواحد الجهه ماشي هي يعني خصك دير واحد لا ما يكون عندك شي حاجه ما هكا اون فا حنا دابا كنسمعوا واحد غير ساهله الهضره غنجيو نقولوا اه وما راه فيهم وكا وما كيديروش والله راه خص يكون عندك الوراق قدام يديك خصك تشوف بصح هاي واحد الحاله بصح علاش ما هي علاش هنايا في وجود هاد مثلا هذا المقتضى وما مطبقوش هنايا ممكن نديرو هذه الدراسه وكان محد ما عنديش الوراق ما نقدرش نعطيك حتى حق تعتذر غير بالنسبه دابا هما كانوا عارفين راسهم ما غيلعبوش ياك رغم ذلك جاو بغاو شنو الرساله اللي بغاو يوصلوا بهذا الرساله كذلك وكذلك واش بغاو ياثروا شويه على القرار ديال الكاف من جاو قانونيا 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 راه نفس يعني <applause> العقوبه غادي تطبقات يعني كانوا يقدروا يجيو شنو تطبق نفس العقوبه وانت عاوتاني انت يلاه رجعتي قلت لهم قانونيا الا غتطبق على نفس العقوبه الا ديكلاروا فورفير العقوبه راه باينه وكيبقى عاوتاني القرار كيرجع للغرفه الجهه المختصه اللي هي الكوميسيون انتربريب ولا الجوري ولا الجوري ديسيبلينار علاش جاو بصح هذه وضعت مجموعه من علامات السلام م. السلام م. م. جايين و... ربما عندهم عندهم, <applause> عندهم 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 تفكير قانوني بوحدهم هما ديما القانون لا لا عندهم 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 بزاف ديال يعني كاين شي اقوال كنسمعوها في القنوات والصحف الجزائريه غريبه يعني بحال واحد قال لك اودي على انه لاكاف ماشي هي مخوله باش تحكم مشاكل ولا ازمات رياضيه من, من من نوع سياسي ما ما عرفت شنو جملة جمع ثلاث جملة ديال الجهات قال لك اودي الا كان امور سياسية كتمشي للطاس ولا كتمشي للفيفا الكاف ما عندكش حق تقلقى. هو دابا هذا هو المنظور القانوني عندهم هذا ماشي حوايج غريبة جدا الكاف كتنظم مسابقة علاش حنا غادي نتجاوزوا الكاف ونمشيو نقلبوا على فيفا اه اول حاجة يفهموا ان هناك واحد التراتبية ديال الانديما وديال ديال لي ريغلومون اللي كنطبقوا ديال القوانين خصها تحترم انت مفروض عليك بما انك انت أي عضو في الفيفا وفي الاكاب خصك تحترمها هي ملزومه عليك خصهم يحترموا واحد الحاجه اخرى لان ملي كتكون عندنا القانون في مساطر واجل دونك خاصك تقرا الفصل كما يجب وتفهمو كما يجب الا كان واحد الشيء خصك تحقق داك الشرط كانت واحد المساره خصك تطبقها كما يجب ما تبقاش انت تاذى بخيطه من عند تاخذ من الفقره داك الشيء اللي بغيتي آه. لا راه القانون راه باين بحال داك داك الماده السته تكرفتو عليها مزيان داك الماده السته فسروا الطريقه ديالهم رجعوا للخريطه ايش ها الان عندهم حق الاعتراض مورا المباراه يا... آه. ورجعوا لنا السياده رجعوا ردوا السياده ديالهم رغم ان الخريطه ديال المغرب ما... الخريطه ما فيهاش عنابه ولا تيجيو الزوار فيها المغرب زعما ما قطعناش اليوم من وهران ولا من زعما ما كاينش السياده وانت ما دخلتش لك انا في بلادك زعما واش درت الخط لبلادك هنايا؟ احنا ما ندوش على هذه الخريطه ديال المغرب احنا ما بقيناش موضوعيين لا احنا في المغرب مازالينا هذا ما كاينش النقاش غير هو من كيبداو بالسياده ومن بعد خصهم خصنا بعدا نصحوا هذا المفهوم السياده عند عند الناس اللي خاطبوا بهذا المفهوم السياده شنو السياده قاص احنا بواحد النزاع رياضي نتيا دخلتي لواحد المنظومه رياضيه واحد المنظومه دوليه خاصك تصبي تحترمي القوانين ديالها اه ستيفيني اشمن سييده هذاك الموضوع ديال الصحراء استيغا مين مشاو في السياسه اه كاينه جات مختصه لي مقطوط عندها الملف مريم على ان الصحراء المغربي و فهم مغربي لا نقاش فيه لا نقاش اما حنا ملي كندويو على هذا الماتش كدويو على ان كومبيتيسيون سبورتيف راه صافي لي ريجي بار لي ريغلمون بويسكو كاينه فلاكا باغ لي ريغلمون ديال لاكاب بوان فينال مم. عندك جهات مختصه حتى من المستشار ديالك هو ما حتمتيش المستشار ديالك ديما غتبقى يعطيك الرابط والدليل هما ثلاثه ديال القرارات ترفضوا لهم في تماما هما دابا طالعين للطاس شوفوا بعدا واش يكونوا ذكيين يكونوا طبقوا بعدا حيتاش الطاس آه راه ما عنديش واحد المده ما كتحدد لكش واحد الاجل انها غت غد... بش... لا كتاخذ الوقت كافي ديالها من شهور العام ممكن اكثر من عام وسلات المسابقه حنا شنا الازمه اللي كانت دارت من النهائي ديال الراديوس ما بين الوداد وترجي قد يخدم كامل عام باش باش تاخذ ولكن ال... راه دايره واحد المقتضى لان ممكن تطبق تدابير تحفظيه بمعنى ممكن ندير واحد الطالب انا درت الدواء ديالي درت الدفوع بناء على هذه انا كنطالب هذه وهذه وهذه ممكن نزيد حداها واحد الطلب استثنائي تحفظي مم. انا مثلا توقف الفينال تضل الحاله كما هي عليها حتى ممكن. ممكن, ممكن. ممكن. ممكن ممكن في هذه الحاله ممكن اه ممكن انهم تيخرجوا من قرار غادي يلعبوا حنا في الفينال اه اه وإلهما هما بدا خصو كاين واحد ثلاثه شروط اللي آه. م. متوفرين في هذه الحال آه. كاين واحد ثلاثه شروط الى قلت عليهم الشرط الاول خاص يكون من اجل حمايه حق مقدم الطلب م. من واحد الضرر لا رجعه فيه <متحدث> ثاني شرط خاص تكون هناك احتماليه نجاح الاسس الموضوعيه ديال هذه الدعوه النقطه <متحدث> الثالثه خص يكونوا خص تكون المصلحه ديال الطالب تفوق على ديال المدعى عليه وهاد كونديسيون ما كاينش ما مصالح على ما <متحدث> <في الهدى. ممكنش متحدث> <متحدث> اسس موضوعيه بناء على الدفوع اللي حنا موضوعيه وكذلك ان هناك هذه ممكن تكون شرط ممكن يكون احتماليه كبيره احتماليه كتبقى فرضيه احتماليه كبيره انهم غادي يتقصاو وغادي يتحكم عليهم بالمنع من المشاركه في دو زيديسيون كيسوي في هذه مم. أه كانت واحد الحاله اخرى أه ديال المنتخب الجزائري كنعيطوا على المنتخب اللي كيسميوه منتخب الصحراء دابا هما كيتناقض كيتناقضوا دي في الهضره كيتناقضوا كيقول لك اودي اقحم سياسه المغرب كيقحم سياسه في شنو غنقولوا من المنتخب الجزائري عارض على المنتخب ما يسمى بالمنتخب الصحراء وداروا معاه ماتش اميكال في الجزائر هذا شنو هو هذا اللي ما كانش يقحم شي عيط على منتخب غير معترف به دوليا غير معترف به من طرف الفيفا غير معترف به من طرف الكاف ولعبتي مع لعبتي مع مباراه وديه وطلعتي بالشعار ديال لاكاف والفيفا من مورا المنتخب هادي الا ما كانش يقحم شي شنو 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 واش ما كاينش عقبه ديال الكاف انك تخدم الشعار في الكاف في واحد المباراه سياسيه أسدن... نشوف واش اللي كتعتبر رياضه <applause> <applause> لعبوا معاهم ماتش اميكال في الجزائر لا لا أه... وهنا كتبان لنا النية ديال 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 هذه الجهة هذه في تحوال الأمور آه الناس كيخرفوا الناس دائما أي أي حاجة طاحت خلاو عندنا واحد المثل كيقول لك طاحت <applause> طاحت الماء <المعارفة> ولقى الجهة سيت <applause> <applause> أنت هكا دي وقعت في صمير الطول أن هذيك قسنا لهم السيرة ديالهم قسنا لهم بلادهم وهذيك ديالهم مو... فهادشي كيبقى العقلية ديالهم وحنا كنتظروا القرارات ديال ديال كاع الجهات المسؤولة نشوفوا هذه العقوبات اللي تاخذ بحكم لأن بصح فهاد فهاد من انك ترجع من قضيه عادي في كان راه راه داروا بزاف ديال ديكا راه كاينه بزاف ديال المخلفات لهاد لي دو ماتش اللي مليح ماليه ورياضيه اه وضروا مجموعه من الجهات الكره ديال الكاف فهمتي فراغ خص تكون شي عقوبه صارمه باش باش ما تعاودش هاد وخاصو انهم كيعاودوا بحال هاد الممارسات يعني شفنا من المباراه ديال من الشان منع المنتخب المحلي من السفر شفنا كذلك الاعتداءات اللي كانوا على المنتخب ديال الكيتيان في كاس افريقيا في الجزائر دا يعني كاين واحد التخوف شويه من, من ان الكاف تمشي في اتجاه ديال المحاباه وتجاه ديال الحياد دي الى صحه التعبير هو ماشي حياد هو ملي ما كيطبقش القانون ما كيبقاش محايد ملي ما كيطبقش القانون كتولي كتعطي الحق لطرف على طرف اعتداءات يعني ديال المتخلفين في, في الجزائر منع الخدمه المحليه من السفر الى الجزائر فهمت فعدد من, من الامور يعني بحال اللي بحال اللي بسالو ورغم ذلك لا يعني العقوبه ديالها كانت شويه مختلفة. ولكن دابا اشنو غتبقى تدير معاهم هاد الحنيه كيف كيقولوا غيبقاو يعاودوا من نفس المشكل وهاد القضيه شناها في في العهد ديال المكتب ديال موتليبي ما كناش كنشوفوها في العهد ديال احمد احمد ولا العهد ديال عيسى حنان فمع مطلبي بحال اللي بحلي ممكن كنقولوا بدا جدنا بصرو كيقولوا كي ودي العقوبه راه غتكون مخففه اجي نديرو ما بغينا واش حال الوقت باش الكاف طبق القانون وتاخذ داكشي بال انا يعني كيف كنقولوا بالشده المطلوبه. الصرامه. الصرامه المطلوبه. ورا نورمالمون خصها تدخل بواحد الصرامه. حنا بيان ما غاديش ناثروا على على اللي الجه... كيبقى القرار ديالهم. سينون ملي كنشوفوا على ان هناك مثلا واحد الانحياز هناك واحد لا سوبليس زايده شويه على الحد مم. بصح ممكن اننا ن... ميسمي غتكون كان هناك مصار اللي غادي نمشيو نبحثوا فيها ان شاء الله إحنا كمركز متوسط لدراسه الابحاث في القانون الرياضي نشوفوا المصار اللي ممكن تدخل جهه. الجهه العليا مم. باش تحد من هذا الشيء وكنتمنى جو بونس هذه سيت فوا سي غتكون طاس غادي تاخذ لازم لان بصح الموضوع كبر على الحد ديالو لان بادي من والو ورجع بدا نرجع نشوف شنو الموضوع ديال النزاع والو فهمتي يعني كتبان لي واحد الفريق على انه يخلق واحد الفوضى يخضع يخلق واحد الصداع ويتحدى القرارات ديال ديال كوميسيون انتر كلوب وديال الجوري دابيل وممكن حتى التصويت ديال المحكمات اللي مصالح ديالهم غيخرجوا فيها حتى هي وما الى ذلك وحنايا اونسوي دل هاد الماتيريال القوه الضاربه كيخرجوا في كل جمهور واعرين <applause> أنا بالنسبه لل بالنسبه للتحديد التحدي ديال قرارات الكاف هذه بوحدها عقوبه ال... غير غادي نهضر على المباراه غادي نهضر على غير بالنسبه للتحديد ديال الكاف واش ما كاينش شي عقوبه في القانون ديال الكاف كتنزل على من يتحدى قرارات الكاف ا لو نون ريسبي نون و ماشي نقلبنا هاد لي سيركونسونس ديال لو نون ريسبي ما لقيناهاش دونك هنايا اوتوماتيكمون كنا غنديرو غونفو للفيفا مي باركونت ميشنا قرار ديال الكاف اعتبرته على انه هناك خطا تنظيمي كيفاش عاقبتهم بفورفي خاطر تنظيمي آه. في فيما يخص مال اعتبرت على ان لو نون ريسبي لو فانه ما عطاش لي مايو للفريق انا ما محترمش القرار ديالو اعتبرتهم اعتبرته ما سونكسيوناسيون بالفورفي عاقبتهم فورفي كان هو اما تقول لي واش كاينه شي ديسبوزيسيون في قانون المسابقه خصك تعاقب لو نون ريسبي نو ما كاينش خطير هذا اول حاجه خصك تكون في القانون نورمال وهنا كما قلت لك غادي نديرو نديروا نديروا دائما لي ريغل كيفاش الفيفا العقوبه ديالها فهادشي ديال نون ريسبي ديال القرارات صارمه كبيره بزاف تقدر تبني سنوات من الاول كره القدم ماشي حتى في بلادك ما تلعبش حيت ملي كتولي كتحدى جهاز دولي ولا قاري كتولي شويه في العابات والفوضى وفي ال... يكون رونفو الفيفا باش هذا هو الحل الوحيد يعني هذا الكاف ما كنعتقدش انه غيكون شي عقوبات اون سي جامي ممكن كلشي ممكن لان كيما كي. قلت لك دابا نتسناو بعدا خصك تحترم بعدا ديك الهرميه ديك التراتبيه فوالا وموراها غادي نشوفو بيان سيغ شوف الى اذا إيه كانت نسميو كنعتذر على هذا المصطلح كانت سمي... انت واحد الميوعه فهاد الامر بيان سور غتدخل الجهه العليا شتي هادي راه كتبقى واحد الصوره ديال الرياضه راه كتبقى الصوره ديال الرياضه اون جينيرال نتمنى اننا نكونو دوينا في جميع الحكايات ديال دي دي الموضوع الا باقا شي حاجه تقولها لينا نتوما بحثتوا في فدل... هذا في فدل... هذا فدل... الموضوع ديال المباراه مزيان بحثنا فيه مزيان عندنا واحد الدراسه اللي كنقاو ندير مسابقات و والقانون ديال الانضباط اللي يعني عنده علاقه بالكاف باش نشوفوا كاع التوقعات اللي ممكن يكونوا بحاله مم. انهم انسحبوا بحاله انهم ما انسحبوش نديروا واحد الدراسه ولكن دائما في انتظار القرارات لانك يعني مم. انت ما يمكنك تحكم على واحد الجهه المختصه كتشوف القرارات ديالها باش كتشوف انت شنو السانتيز ديالها لان كما آه. قلنا علاش اعتمدات كما قلنا كتبقى عندهم سلطه تقديريه فهمت ودائما مم. في القانون اون جينيرال راه نسبي دونك حنا نتسناو تيكون عندنا القرار ديك الساعه راه غيخرج واحد الغابور على شنو هاد التاس كيفاش كتخدم الكوميسيون انتر كلوب كيفاش كتخدم شنو لا سينتيز ديالهم باش نقولوا حنا حنا حتى كقانونيين كنفهموا التوجه ديالهم ممكن ديك الساعه مم. نبقى نجي ونقول لك هلو... او خاطر ما ديك العقوبه هي ولا غتكون كثار منها بحال دابا حنا فيفا كنعرفوا لا سينتيز ديال درت واحد الحاجه كتطبق كتطبق عليك مم. آه. مم. في الكاف في, في الطاس وفي الكوميسيون وعندل... انتر توسكيا كاع الجهات المسؤوله في واحد المسابقه كتكون غير جي باغ لي ريغلمون ديال الكاف مازال ما 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 درناش لها واحد سانتس غتكون قريبه ان شاء الله وغنبارطاجوها ان شاء الله. ندى شكرا بزاف. افيكم بليسير. على الحضور ديالك نتمنى ان شاء الله اننا نستضيفوك في مواجبات اخرى ان شاء الله. ان شاء الله. اعزائي المتابعين كنشكركم على المتابعه نتمنى اننا كنا اننا جمعنا شويه الموضوع قانونيا وعطينا جميع المعلومات ممكن تفيد المتابعين الكرام في انتظار كيف قالت الاستاذه في انتظار القرارات ديال الكاف لجنه المسابقات وكذلك لجنه الانضباط. من هنا الى ذلك الحين كنشكركم شكرا جزيلا جزيلا شكرا موصول كذلك التقنيين الياس وامين شكرا وكنضرب لكم وعيد ان شاء الله الاثنين المقبل الى اللقاء